حلو حلو، ضربت الضربات هذه، اظن ميشيل تحتاج اني انقذها الحين. يلا يلا كل موسيقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، معكم عبد الله أو كرم بي 203. اليوم أنا حلقة 11 أو الحلقة الأخيرة من لعبة من سلسلة GTA بلاي ستيشن 2. طبعا يا شباب الحلقة اللي فاتت الله يعطيكم العافية على الدعم اللي صار وعلى المشاهدات وعلى النشر، مشكورين صراحة، وإن شاء الله نشوف أكثر حلقة هذه. وبرضه الحلقة هذه يعني ما هي نهاية السلسلة البلاي ستيشن 2، بس أمشي على العاب على اقتراحاتكم. أنا لحد الآن اللي جاني اقتراحات، تذكر بالكومنت والإنستغرام تقريبا 4 ألعاب تم اقتراحها. بإذن الله راح ننزل على المنتدى وعلى تصويتكم راح نلعب اللعبة اللي تبون. طبعا الحلقة اللي فاتت يا شباب دخلنا على كوان بنفس المكتب وتقاتلنا معه المرة الأولى بشكل عادي. المرة الثانية يوم قرب يموت قفل جميع الشبابيك الحديدية وحط غاز سام وصار معه هو الكمام، وحنا نحاول ان ناخذ منه الكمام. المرة هذه القتال الثالث وظنه الاخير، رمى ميشيل وميشيل متعلقة مثل ما تشوفون. يلا خلونا نبدأ ونشوف نتقاتل معه القتال الثالث، ولازم ننقذ ميشيل. يعني فيه تعليقات، فيه معلقنا نفسيا انه يا اما نتضارب ولا ننقذ ميشيل. خلونا نتضارب معه كم ضربة، واذا طاح روح ننقذ ميشيل قبل يروح الدم. حبيس ما عنده، لا صح ما انقذه، بس يرتفع البارت، بس يرتفع البارت عنده خلاص يفلل. اتمنى اني اضرب ضربه. ايوه حلو، رفعنا بارت. مره بحاول اني اضربه ضربه قويه، شلون ابي اذا طاح اجي اضرب كم ضربه لاني ابي احاول اني انقص دمه. حلو حلو، ضربت الضربات هذه، اظن ميشيل تحتاج اني انقذها الحين. يلا يلا اذا وصل دمها النص تنفلت يده الاولى، واذا الظهر وصل خير خلاص اكيد راح تودع. اضرب ضربه الحين ما ابي تاخر عليه، مثل ما شو جبت العيد، شكل جبت العيد. بس حلو حلو حلو، ما يحتاج اني اضربه ثاني مره. ايوه وصلناه للنص، وصلناه للنص. هانت هانت يا شباب هانت. اظنه اسهل من القتال معه يوم الغاز، يوم يحط الغاز السام. حلو حلو حلو، تحت النص. انقذ انقذ، لا لا حلو، ارتفع الباب. سوى الكلب دمي، بس الشيء السيء ان دمي على النهايه. انهاني انهاني يا شباب، وراحت ميشي شكله راحت، ودعت ودعت الملاعب. طبعا انا ميت، اتمنى ما يرجع من البدايه، اتمنى ما يرجع من البدايه، لاني انا بديت معه بربع الدم هالحين. لا 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 حلو حلو، ما رجع من البدايه. حلو حلو، ودمي فل هالحين. امخمخ عليك صح. طيب لا اصبر، انا اوريك شكلي، ابي اضرب كم ضربه لاني اذا انقذت ميشيل يرتفع اخر شيء. قبل شوي تعدى النص. لا 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 لا, لا يا اكوان يا مكوان. خذ وين، لا 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 مو كذا مو كذا مو كذا مو كذا، لازم اعطيه ضربه صح. اي ميشيل اراقب، انا ما ادري اراقب ضربات ولا اراقب ميشيل اللي تبي تطيح. حلو ارجع ميشيل ميشيل ميشيل، لحظة بليز بليز. كل موسيقى أنا بليز، خلاص تعال تعال تعال، يعني تبي تضارب تبي تضارب، أنا أوريك. خذ الحين ضربة قوية، أبي أعطيه ضربة قوية. أيوه أيوه كذا، هذه بس ما أدري شلون أسويها. أوه زعل زعل زعول ليه؟ حلو إيه، اطمر اطمر هنا. تعال أنا أوريك، لازم لازم واقف واقف، الخبيث الخبيث واقف، ما يضارب. حلو اطلعي انتي، ايوه تمسك زين تمسك زين، ابعد عنه ابعد تا تا تا، ابعد عنه، طيح كذا.
انا اوريك الضربه يا رب، ضربه قويه، ابي ضربه قويه مثل هاي. هي نبي كذا، نبي كذا من اول. اي ابي كذا. اسمع عليه، ماشي ماشي صح، ماشي صح لحد الان. يعني ميشيل نرفع البارت حق الحياه اخر شيء. الحين يعطي ضربه ثانيه، اتمنى انها تكون قويه. ها دامك كذا. حلو حلو، دامك تعبان، خلنا نعطيك كم ضربه. طيب انا اوريك، اتمنى اني اقدر اطيحه، يا ليت اقدر اطيح، بس الظاهر مو موجود، الظاهر مو موجود. حلو، راح ابعد هنا رجاء. مات مات، انهيناه. ابعد عنه يا كلب، خلنا ننقذه. حلو حلو حلو، قضيت عليه اخي. وجو توهم يجون، توهم تو يجي الضابط. شكرا شكرا شكرا، توك جاي. والله مشيته متعافيه، وليه ما رقت من اليوم على العافيه وعلى مخمس اللي جا كوان. خيرا خيرا قضينا عليه. لحد الان، وبرضه ننقذ الموقف. طبعا هذه قصه ما هو. لحظة لحظة، جيت لي الضابط. أطلق النار عليه، فنشه. صراحة كويسة الحركة، لكنها مش كأنها ما هي قانونية. ضابط كذا تقتل واحد وهو معتقل بدون محاكم بدون شيء، ما تجي والله صراحة. حلو، هالحين انهينا اللعبة، خلونا نشوف. بس أبخليكم على المشهد عشان ما أبثركم، وراح إن شاء الله تفهمون مع الترجمة بإذن الله. يلا خلوكم على المشهد.你先借幕后嗰个，你以为阿关会有咁醒，识搞咁多嘢？攞嚟啊！呢啲嘢唔见得光噶，我唔可以俾人插锅当炭。我爸爸系你杀噶，佢太多事，打烂沙盘就问到笃。 差啲俾佢发现，好彩我醒目摆平咗，烧咗佢。你都好事多为，黑白两道我都通，点会唔俾我玩晒啊？你知我老豆。 唔会埋你堆㗎，你老豆食古不化，唔知定，我知老井一担担，所以咪揾阿关啦，佢就知定啦。但我要夹住佢，有你我就好办事啦，我好睇好你㗎，可惜啊，你同你老豆一样衰正义啊。你啲人渣边度会明啊？有啲嘢唔讲你唔知嘅。有咩啊？我虽然交低咗个 pass 啊。 但系我冇迟到职。<笑><笑>
你几时知道系佢噶？我知道嘅时候已经太迟，有人知道晒我哋嘅一举一动。Victor 喺船务等我哋，带我哋医院。佢又一路维护住阿关，直到佢以为阿关会去揭穿佢哋为止。跟住佢就照板煮碗，杀埋阿关灭口。而家雨过天青，我哋总算尽咗力去完成上一代嘅遗愿。我哋老豆都系想咁，但爸爸佢哋就牺牲咗，而 Victor 就生勾勾。死有轻于鸿毛，重于泰山。حلو يا شباب، أظن هنا أنهينا سلسلة جتيلي، وهذه ما هي الحلقة الأخيرة، ألا هذه الحلقة الأخيرة، بس فيه كواليس، مي كواليس لي وأنا جالس أصور، فيه كواليس للمطورين بإذن الله أنا راح تطلع بنفس اليوم، راح تنزل حلقة جديدة. المهم يا شباب لا تنسوا اللايك، الله باللايك ودعم كبير على الحلقة، وإذا ما أنت متابع السلسلة من بدايتها تابع من بدايتها لأنها مترجمة. وانا صراحه ما فهمت القصه الحين، بس ادري راح افهمها بالمونتاج مع الترجمه وكذا. اللي فهمت ان الضابط اللي معنا من البدايه صار ضابط فاسد. يلا المهم لايك اشتراك ونشر المقطع وخليكم مع النهايه. يلا في امان الله.